النهارده الحمد لله فرقة مش سهلة خالص، الحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده، فضلنا مركزين لحد ما خدنا السكور اللي احنا عايزينه. نوجه بس رسالة للجمهور ان احنا مستنينه كل يوم، مستنيين الصلاة كلها تكملي. الماتش النهارده كان ماتش قوي، كنا مذاكرين الفرقه التجوله كويس عشان عارفين ان هم فرقه كويسه وفيهم لعيبه كويسه، الحمد لله قدرنا نكسب بشكل كويس. الماتش الجاي طبعا في الاغلب هيبقى تونس، وماتش مهم جدا، فرقه صعبه وعايزين الناس كلها تبقى موجوده عامله في الاستاد. ماتش قوي قوي بجد، مش كلام ومش هزار، البطوله صعبه. الله يحفظه للجماهير، الماتشات اللي فاتت ممكن يكونوا هم شايفينها سهله ومش كده، الناس كتير ما جاتش، بس الماتش اللي جاي يعني ضروري جدا الناس كلها تيجي عشان تدعم. الحمد لله يعني احنا كفرقه بقى لنا كتير قوي بنشتغل مع بعض، الحمد لله ربنا كرمنا الفتره دي كمان بمساعده اللعيبه كلها دفاعيا بره الملعب قبل جوه، مدين الواحد ثقه، مدين انا وكريم ثقه كبيره وعصام الطيار كمان، فالحمد لله احنا في تناغم بين اللعيبه وحراسه المرمى دلوقتي اللي موجوده في المنتخب، فده بيفرق كبير في الواحد يبقى مركز في الماتشات. لا لا لحد دلوقتي شكله جيد الحمد لله، بس الماتش كله مش هيبقى مختلف، التركيز بقى هيبقى اعلى بكتير دلوقتي، مباراه سيمي فاينل وقدام تونس اللي هو يعني ديربي افريقيا زي ما الناس بتقول، ان شاء الله نبقى قد المسؤوليه وربنا يكرمنا. الماتش النهارده كده المنظر احسن من الماتشات اللي فاتت وبيفرقوا معانا جدا، فانا منتظر الصراحه ماتش تونس نفسي المستوى دي كلها تبقى فول، ما فيهاش كورس فاضي، عشان ده هيفرق معانا زي ما احنا بنروح نلعبهم بره، نلعب تونس بالذات في تونس الصاله بقى لو فيها 30,000 هيبقى 40,000 و30,000، فانا اتمنى ان الصاله تبقى فول الماتش النهارده.